السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نلعب لعبة ليتل نايت مير. اتوقع في كثير منكم يعرف اللعبة هاي، فخلينا نخش على اللعبة على طول. مين هذا؟ ايش هذا؟ اوكي يلا يستر. بسم الله. وين اروح يعني؟ اروح هاي الجهة؟ ما هو طيب مش شايف شيء. وين اروح؟ ايش اسوي؟ يا اخوان مش عارف ايش اسوي. طيب اجينا لهون وبعدين بلشنا من بعدين بداية اللعبة وبعدين بريس اف تو يوز. هسه طلعت لي. طب تطلع من اول. زي الفانوس. حلو. نسوي كراوتش ونمشي. ايوه نكمل. هون ايش لازم اسوي؟ الله يستر. ديم جنزير كبير كثير. هذا ايش هذا؟ هذا التمثال اكيد له شغلة، يعني مش ما فيش هون ورقتين والتمثال هذا محطوط عليهم هيك من ولا شيء. يمكن له شغلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش؟ قال ينكسر يعني؟ والله صدفة. ايش في هون؟ شفت ايش بيتحرك؟ في ايش بيتحرك؟ بيجي يتحرك ورا الباب. ايوه هاي الكراسي المعلقة شو وضعها؟ دقيقة خلينا نشوف ايش فيه قبل. طيب الله يستر. افتح الباب. ما بينفتح. لما اقبض الباب بس ما بطول. الكرسي. حلو. طيب نطلع. اوكي. ايش هي المادة؟ لزج. ايش المادة هاي؟ حتى بتخليني بطيء نوعا ما. طيب هون شكله لازم انط من هون لمكان. هون في مدخل صح؟ لوين راح يودينا؟ فانوس. المكان هذا كانه على الفاضي ما في شيء. طيب ايش الفايدة؟ طيب الشغلة من هون، الفكرة من هون انه نطلع من هون يعني. زي هيك يعني. لا بعيدة كثير مستحيل. خليني ارجع يمكن في شي ورا. هذا مشنوق. طب الكرسي ممكن الكرسي يفيدنا؟ ايش فيه؟ اوكي يعني ما بقدر اخذه معي من يعني على اساس انه في حز خشبي يعني بيعلق فيه. اوكي حلو. طيب ورا الباب مثلا. طيب خلنا نسكر الباب. الحمد لله لو سكرت الباب ما راح اقدر افتحه مره ثانيه، بس الحمد لله هو ما بسكره من الاساس. جرب سكر صح. ما بقدر امسكه. طيب اوكي علقت
يعني لقيت هون، يعني اذا اضطريت اني ارجع ما راح اقدر ارجع. نايس خالد، والثلج نفسه ما في شيء يتسلق عليه. دي اشارة الايد هاي ايش؟ واو، طيب معناته نتسلق. لا لا ايوه اها طيب، معقول هاي الخشبة نطلع عليها؟ بننط عليها مثلا؟ لا مستحيل، بعيدة بعيدة. نطلع. طيب هون ايش في؟ الله يستر. بسم الله اشر. بيلحقني صح؟ هذا شكله بيقتلني. مبين اطلع من هون. لا 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 تحرك، بده يزعجني هذا الدود. تحرك تحرك، هاي كمان دود فوق. اكسر الخشب. اوكي اوكي. هون الكاميرا صارت بعيدة شوي، ف الله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 ايش في ايش في ايش في ايش هذا كله؟ ايش اروح من هون؟ تسلق. طب لو ما وقعت على الخشبة ونطيت ورا، نطيت ايش كان راح يصير؟ وهذا كمان فانوس. توني استوعبت، كل ما اشغل فانوس تطلع صورة التحميل تحت على اليمين، فممكن زي تشيك بوينت هذا، لانه حرفيا ما له اي داعي كفانوس يعني، بس تشيك بوينت. اوكي ما منطق. نطلع فوق هون. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي لهي الجهة يعني. اوكي فوق يسار. فتح الباب. اوكي دقيقة. بيسك. اوكي يعني بيرد يسكر، فيعني لازم اركض بسرعة. لازم اكون سريع. يلا بسم الله. اركض 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 اركض. بطلت اشوف شيء. حرفيا ظليت اركض بس ما وصلت. مستحيل. ولا دقيقة. عرفت عرفت. انط هاي المسافة. اوكي اوكي. هاي المسافة انطها يعني. حلو. اركض 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 اركض. ايوه. هاي زي اللي فتحتها ورا. يعني ما في اشي، ما بينفتح. اوكي بس هيك يعني. اوكي المفروض قبل ما اطلع من هيك اماكن اطل بالاول اشوف وين راح انزل. ايش في هون؟ اوكي الله يستر بلشنا. ايش هذا؟ ايش دقيقة ايش توني شفته دقيقة. ايش هاي العين؟ اوه ديم يا عمي. لازم افوت من هون بس. مكهرب، في كهرباء مبين. طب دقيقة، في سلك الكهرباء جاي لورا الباب، انتبهت له. طيب. ما بط. اوكي. بديهية. طيب نطلع ونمسك. الله يستر. في صوت ساعة. في صوت توقيت. اوكي الله يستر هون.
ايش مبين شيء يا اخي؟ صوت الساعة هاي ايش مخوفني؟ اوكي، يعني قطع الكهرباء مؤقت. بترجعنا على المطبخ. ممكن راح يكون في اشي، ممكن اسوي اشي او في اشي راح يلحقني وانا اهرب من هون. ممكن. اوكي، لازم افوت من هذا الباب. بس من كهرب. اوكي، عرفت. اوكي، عرفت. روح نزل قطع الكهرباء وارجع ركض اطلع من الباب الثاني. اوكي، يعني هسا فهمت، حاطين لك المخرج هذا عشان لو يعني زي هيك زمان سويت استكشف الخريطة فبترجع الكهرباء فما بتقدر ترجع. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بسرعة 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 بسرعة. هذول ايش وضعهم الاثنين؟ وهاي كأنها بتتقع على راسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، لازم اظني بال لازم اظني بالظل. انا شفته بيروح لهون بعدين. العين مش عارف شو سوت لنا صراحه. اوكي، زي كاني تحجرت. وين رجعني؟ اوكي، لاحظت يعني زي كاني تحجرت، معناته شفتهم هذاك الاثنين، معناته يمكن هذاك الاثنين زيي والعين مسكتهم وتحجروا هذول الاثنين. اوكي، العين بتطلع علي بعدين على النص. اوكي، بعدين على اليمين. اوكي ما تظل نفس الشيء، تحجروا وهذاك كمان واحد. ديم. تمام، هون ايش في هسه؟ في هذا القفص في واحد من هذول الصغار محبوس كأنه. هاي نتسلق عليها بس دقيقة، هون في فانوس. حلو. تمام. بقدر اكمل لفوق او اروح على اليمين على عند هذاك. اوكي برا، اصلا القفص مفتوح بس هو الوش هون. يعني ايش في جوا؟ ايش في هون؟ بسم الله. ايش هذا الدم هون فوق؟ اي فانوس. تشيك بوينت يعني المكان، بس يعني هون بس بدي اشوف الجهة هاي ايش فيه. هاي الابواب كلها ما بتفتح مبين، كلها ما بتفتح، بس في باب مفتوح. ايش في هون؟ هذا تمثال ثاني. نفس الشيء، اكسره. لا، ارمي تحت. اوكي، مش عارف ايش الفايدة من كسره بس. اوكي. طيب الله يستر هون. بسم الله ما اقدر انزل. طفي طفي طفي. ايش هذا؟
حرفيا ما بشوف، شكله اعمى بس ها كان شفته زي اعمى، كان في اشي ملفوف على عيونه بس يمكن بيسمع، بس ركضت او مشيت ما سمعني مش عارف، بس كانه بشم بشمشم. طيب ايش فيه؟ آه يا حرام جيعاني. جيعاني كثير والله، هذا زي مقصف المدرسة. هذا خليني، لا لا يا قلبي، سمعت صوت واحد جيعان رمت له الأكل. ايش فيه ايش فيه؟ شكرا والله العظيم، الله اذا بقدر احررك لحررك. هو مش عارف هم بسجن ولا بايش بالضبط، مش عارف المكان هذا اللي انا فيه اساسا ايش هو، ما بعرف. مش نقاه في واحد راح ينشن الكون، شكله اني ما في شيء. مسوين جزئية كاملة وما فيهاش شيء، مستحيل. وال نجرب اوقع هاي، وين والله بقى وفي عمق، في هون كهرباء لازم تنطفي، فنطلع من هون يعني، هون نعطيها نطة. حلو، وبعدين هناك يعني قدام. انا وين؟ طيب ايش في هون؟ واو اوكي، الجنازير بتتسلق عادي. هون في مقبضين، اها يعني واحد منهم راح يشغل الماكينة ويحرك هاي، يرفعها او ينزلها مش عارف. جرب هذا، طيب ايوه بتحكم فيها. اوكي خلينا نرجعها لعاد ترجع لعنا. اوكي عرفت الصوت، بس عرفت اتوقع لازم احركها. شفت انا لاحظت انها بطيئة، فنحرك نسوي المقبض وننط عليها على السريع. ممتاز، نفس الاشي تسلق على رحت ماقع، تسلق على الجنزير و والنط لهون. اوكي هذا مقبض الكهرباء، هذا كمان باب. طيب معناته لازم اطلع عليه، اتسلق هون يعني. لا ما بتسلق ولا بينفتح الدرج. حلو، لا ايوه نفتح الدرج الثاني يعني. باب تسلق، لا طب شوف هذا الدرج مسكر، هذا لازم يكون ينفتح. طيب خلنا نشوف اللي فوق، امسك. ايوه لا مش كله، لا تفتحه كله. والعمل
طب فتحته كله ما بقدر اطلع عليه هسه. اوكي تمام استوعبت. لو سويته غلط زي ما سويته اني هسه وفتحته كله الثاني، فمخلين لك هذا بيفتح الاول عشان لو غلطت هذا الغلط تقدر نط عليه. مفروض يعني ما تكون فلسفي من عندي. دقيقه. لا تمام صح، والنط لهون. حلو. مخ وننزل المقبض هذا. هذا في توقيت نفس الشيء؟ لا ما في، ما في صوت ساعة. واضح انه لازم انزل هاي وراح يطلع لي اشي اتسلق فيه، اللي راح ننشنك فيه قصدي. طيب تقنعوني هسه انه هذا الجسم الصغير اثقل من صندوق الحديد؟ لا طب استنى اتها تنزل لتحت بعدين سولف. لا دور دعيت هذا كله ولا لا تمام صح. اوكي اوكي اخذت تشيك بوينت الاخير يعني شغل تنزيل الكهرباء انحفظت. حلو هسه بس شوف في دود بيطلع. ايوه اوكي حلو. هون ايش في؟ طيب الله يستر ايش. عين. اوكي في عين، عين ثانيه. عرفت عرفت عرفت، لازم نطلع ورا هاي ولا بتتحرك نتحرك معها. اوكي لا 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 ايوه ممتاز. لا 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 اركض 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 اركض. اوكي الحمد لله. اطلع 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 بسرعة. خلصت. اوكي لازم اطلع الصندوق ولما يقرب انط على المنصة هذيك ونطلع هون. حلو. مش مطمن اني صراحة ان هذا المكان كبير كثير. اسمع صوت. اوكي هذا الباب فتح. هذول اثنين اللي وش هون؟ ذا بريزن سجن. اوكي يعني هذاك مساجين اللي طعماني ورا هذاك كان سجين او سجينة شكلها كانت بنت. اوكي هاي جزئية جديدة. اوكي راح نوقف هون. هي اماكن بدها شوية تفكير، وانا متأكد لحد الان تقريبا ما شفت كثير اشياء باللعبة لسه. الصعوبة لقدام. بس يا شباب هذا راح يكون مقطع اليوم. اذا بتحبوا نكمل اللعبة اكتبوا لي تحت بالتعليقات نسوي عنها مقطع ثاني، يعني نكمل من وين ما وصلنا لليوم. وبس يلا السلام عليكم.